أثابكم الله. في آخر أسئلتها تقول: ما تفسير قول ربنا سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى؟ كما ذكرنا، تزكى يعني طهر نفسه من الذنوب والمعاصي، وكذلك زكى أمواله، كان دفع الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام. فالمراد تزكى في نفسه بأن طهرها من الذنوب والمعاصي، وكذلك زكى ماله الذي تجب فيه الزكاة بأن أخرجها على الوجه المشروع. وصلى يعني أدى الصلوات الخمس المفروضة عليه. وقيل المراد بتزكى أدى صدقة الفطر، وصلى يعني صلاة العيد في يوم عيد الفطر. ولا شك أن هذا داخل في معنى الآية، هذا داخل في معنى الآية، لأن صدقة الفطر من الزكاة الواجب إخراجها، وكذلك صلاة العيد هي من الصلاة المأمور بها. نعم.